مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج سكوار. هذا البرنامج لينقل آراءكم بكل حرية ومسؤولية على قناة الحياة الجزائرية. سؤال اليوم: كيف تلقيتم خبر اعتقال كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق؟ بدون إطالة نتابعوا كيف كيف. العظيم بور موا انايا اجمل خبر منذ استقلال الجزائر. بس حنايا علاش بور لو مومون مازلنا بشعار هذاك تاع لن نعود الى المنازل حتى تسقط وتحاسب وتدخل السجن كل هذه المهازل هكذا. وبور لو مومون انايا جو سوي داكور معاهم مي لما كلخوهناش كيما المره اللي فاتت. سما خبر مليح بالنسبه ليا وللشعب الجزائري. بون السلام عليكم يا خويا. الحمد لله كي داوم من الحبس الحمد لله كتخر ربي. كي جاو طلطال وسعيد الاخر الحمد لله، والاخر ثاني كي داوم تهناو الحمد لله. سلمية سلمية الحمد لله. اولا هذه باش تكون عبره نقولوا عبره للعالمين للمسؤولين بعد ما شفنا العبر في عده دول. وحنا بالنسبه للجزائر جنرال توفيق وجهاز الاستعلامات هو وواحد اخرين اللي كانوا في السلطه بعد واش عشنا واش شفنا على حساب العمر تاعنا نعرفوه باللي هو الراس المدبر تاع الدوله الجزائريه خصوصا من التسعينيات. باختصار هذه نقطه من الحراك ونقطه من المفاوضات اللي راه الشعب يتفاوض عليها مع الجيش ضد هاد الناس هادوما تاع السلطه والعصابه هذه اللي راهي الاخر. وان شاء الله ومازال ان شاء الله برك حاجه واحده نقولوها بدون انتقام وبدون انانيه وبدون هذه كل الشيء اللي صرا ان شاء الله يكون لصالح الجزائر. شكرا. انا بكل صراحه شعرت بالاشمئزاز وبالتقزز لان هذا كلهم ما هم الا بيادق. Vous savez moi je ne crois pas ça d'abord parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas le moment. Et s'il faut juger les gens, ce n'est pas ce système qui doit les juger. C'est un autre système. Il faut rendre d'abord le pouvoir aux civils. Hein. Quand vous voyez cette jeunesse formidable, incroyable, qui sort tout le temps au niveau des rues pour demander pacifiquement le départ du système. Écoutez, on a un très beau pays. Pourquoi on empêche les gens de vivre à l'aise, hein. Le peuple ne demande pas plus que ça. Hein. Franchement, je pense que c'est le moment et il faut donner la parole au peuple, hein, qu'on prenne en charge ce pays dans les règles de l'art. شوفي يا اختي صراحة نصارحك حتى باش ما نكون جد وصريح، أنا ماشي متبعي التلفزيون ولا الأخبار ولا والو إطلاقا. ما هذا الشيء أنا كمواطن جزائري كأنه بزاف عشنا في الأوهام من قبل، ولينا نأمنوا حتى حاجة سي بون، ما نأملوش. الشعب الجزائري يشوف الحاجة قدامه كونكريت وعلي علي سيغ كذا ما يأمنش بها سي بون. في رأيي أنه الجزائر راهي في مرحلة انتقالية قوية وفيها حتى صدى الشارع ويعني كأي الناس عادي مي راسا كونفيرمي ناس كاع راهي تقول مسرحية وحنا طونك راهو يعني كي وقفوهم الجيش نورمالمون تكون مليحة نورمالمون تكون مليحة. ما دابين الناس كيما هادو يتحاسبوا ما كان لا فلان لا فلتان. ان شاء الله الجميع اللي دار واش دار في هذه البلاد هم بانوا فتحهم ربي ابري 20 طون ما كناش كاع نستناو خلعنا وسمعنا كاع ما كناش نسمعوا يعني نسمعوا فلان وفلان توفيق وهذوما بصح اللي ظهروا بزاف موراهم عجب ما خلاو حتى حاجه في هذه البلاد. والحمد لله اللي ربي اللي هو سطر هذه البلاد ما كان حتى واحد من غير ربي سبحانه ما كان حتى واحد ربي اللي هو سطر هذه البلاد. وان شاء الله يجوزوا يتحاكموا وماذا بينا نشوفوهم في المحكمه يتحاسبوا ماشي قد دخلوا وخرجوا. ما احنا الشعب لا بلوبار اللي تسقسي يقول لك شغل ما عندهمش اليقين اكزاكت صح اسكو راح يتشارعوا لا لا لا. ماذا بينا يبانوا صح على حقيقتهم يتحاسبوا لا لا لا. لقيت الخبر ما امنش كاع بلي داوهم بون توك اوتيديون خرجت بزاف وعييت على جال الحراك هذا. يو الشعور البدية انا يو ما حسيتش بلي كاينه منها لا بريمير فوا كي رفدوه وما امنش ومام هذوك الصور شغل تاع كي رفدوه من بعد قال القاضي اسمع اقوالنا تحاسب باللي حيتلقوه. وهذيك تاع الحبس المؤقت ثاني كانت كاينه فرضيه تاع الحبس المؤقت بصح بول مومون انا مادام ما صدرتش عليه الحكم اللي هو الخيانة العظمى تاعو. وبالنسبة لنا باش نتفاهموا مليح الجرم تاع السعيد اللي رفدوه على جالو
ماشي على الدور اللي هضرنا عليه هو، رفدوا على جال الاجتماع السري اللي داروا هنا قبل الاجتماع السري يهمنا واش دار في البلاد. الحاصل كما كاع الجزائريين 40 مليون جزائري، هذه هي لازم هكا، لازم كي نبداو بالحيتان الكبار باش الشعب يكون باش يرتاح الشعب ويامن، لازم نبداو هكا بالحيتان الكبار هادو اللي صح لي فقروا الشعب، فقروا قوجا بلاد بها بشعبها فقروها ما خلاو والو، ولعقوبه اللي مازال ان شاء الله الاخرين كي تشوفي هكا ترتاحي تعرفي باللي بلاد مازال فيها خير مازال فيها رجال، البلاد هذه مازال فيها الخير مازال فيها رجال، ما كاين ناس تاع قانون، كاين القانون قايم. هذا سيتي اون افير ديتا، حنا انا بيرسونيلمون جو مي سون با كونسيرني، والشعب هادو يخلوهم ولا يديهم سافا شونجي كوا بور نو، سافا غيان شونجي بور نو، حنا اون اسبيغ اون في ميور ميور نيفو دو في اي افوار لا بيسي تو، هادو سي دي بروبليم انتر دي مومب دو غوفرنمون، بيرسونيلمون جو مي سون با كونسيرني. هذا الخبر حاجه مليحه علينا كي سمعنا هكذا، باسكو هذوما الثلاثه هما اللي كانوا، هذوما الثلاثه برك هما الثلاثه الصح اللي كانوا يديرونجيو، هما كانوا حاكمين، هما البروبليم الكبير تاع البلاد. صافي ماذا بينا كي يروحوا ثلاثه هذوما صح ينقص كيما نقولوا حنا 50% تاع واش درنا كاع، 50% كاع واش درنا في المسير تاعنا كاع وراح. صافي قعدوا حاجات كيما نقولوا قعدوا الصغار اللي قعدوا موراهم هذوك لازم تنحاو، وما دابين يروحوا كاع قبل ما يخلص رمضان هذا، ماش حنسمحوا فيها وماش حنولوا اللور كاع. انا نقول لك حاجه اختي، انا والله ماني سامعك، مانيش كاع سامع بهم كاع كيما راهم، ان شاء الله كيما يقولوا ما يزيدوش يعاودوا يطلقوهم وخلاص، هذا ما يزيدوش يعاودوا يريحوا ترونكيل ويروحوا خلاص، لابريسيون دارتها لهم الشعب اللي دار لهم لابريسيون هذايا كاع كيما يقول لك كاع شكون ماشي محبينهم ماشي كذا، يخلوا لهم وخلاص هذا ما كان يريحوا ترونكيل، ما تزيدوش تقباحوا اختيكم للجزائر، روحوا بلاد واحد اخرى شوفوا واش ديروا، ولا شوفوا الشعب كراكم خلاص، شكون بانت حكايتكم خلاص، هذا ما كان كل واحد يعيش حياته وخلاص، هذا ما كان ان شاء الله ما يعاقبوكمش، حنا على كل حال ما ماشي نكرهوكم ولا نحبوكم، مي شغل خلاص لا غود دو لي لا ديبوردي لو فاز. الملاح هو كمال بوعكاز وجماعته مخدومه مصلاحيه هذه باش باك الشعب يسكتوا، هذا ما كان ما كاش كاع منها هذه، حنا انا ماذا بيا نشوفهم وراء القضبان، هذه هي باش نامنوا صح الشعب واعي وبكل واعيه تاعو، حنا ماذا بينا نشوفوهم وراء السجن. تلقيت ككل جزائريين جاني هذا الخبر مفرح، الخبر هذا مفرح وتحرينا باللي العداله هي تخدم هي تقوم بالدور تاعها احسن دور، ونطلب كذلك من احمد قايد صالح يكمل المسيره تاعو في محاسبه الجميع وتطبيق المواد الدستوريه. والله تلقينا هذا الخبر على كل حال بفرح وسرور، ولكن بحذر شديد، لانه احنا ناس واعيين وحنا ما نحبوش اللي يدير لنا سيناريوهات ولا يدير لنا كذا ولا حوس يفرقنا ويفرق الشعب الجزائري، ولكن صح حقيقه احنا واش رانا نشوفوا صح حقيقه هذا الناس اقترفوا الذنوب وفسدوا في الارض وعملوا يعني اجتماعات مشبوهه كما قال هو القايد صالح بنفسه، يعني العصابه هذه مشبوهه للانقلاب على العسكر وباش يفرقوا بين الشعب الجزائري ويضربوا الحركه الجزائريه والثوره الجزائريه او الشارع الجزائري، هذا مرفوض وغير مقبول من الشعب الجزائري ككل. يعني كيما انا الخبر تلقيته جاني شغل بيزار، شفت باللي شغل الخبر هذا كان شغل غريب شويه، ما كانش سناه الشعب الجزائري. في الرأي تاعي يكونوا صح تقلوهم، وكاين ناس عندهم آراء واحد أخرين طونك مازال ما وراهم الناس اون ديريكت في الحبس، سمحنا ماناش كاع كيما نقولوا شاب جزائري كاع ما على بالو باللي هاد الشيء كاع غلط كاع فو، واش راهم يديروا هادو تاع زعما شغل بالسعيد وطرطار وكذا داوه للحبس وما كان لي حبس ني والو. اختي هي اختي انا مانيش مقتنع بلي داوهم صح حكموهم، بصح ولا حكموهم انا فرحان، ولا راح يتبقوا عليهم تسمى في الشرع، واش راح يتبقوا عليهم واش داو واش ما جابوا، انا ماذا بيا اختي واش داو، يعاود يردوا نحلهم رجعوه على زيرو زقوا، مشيت حتى دير الحبس عاود تطلقوا. الخبر اللي قال قبض على جنرال توفيق وترتاق وسعيد، انا بين قوسين ما نامنش، نورمالمون انسان اللي يدور الحبس
يديروا الكاميرا ويديروا لاتيلي باش يشوفوا داخل السجن وداخل داخل السجن وداخل كاع واش وجده. انا هاد الامر اللي صرا انا ما نامنش كاع، هذا مجرد فيلم بين قوسين. شكون بيان سور انسان اللي يظلم الظلم ظلمات يوم القيامه، بصح بين قوسين كما نقولوا انسان ما كانش اللي ما يفرحش بانسان اللي الظالم اللي دار هذاك. بصح انا نقول لك هذاك الشيء ما يكفيش، انا ما راش انا كما نقولوا مجرد العين ما شافش، هذه مجرد كتاب هذا ماك. يعني والله حاجه تشرف اعتقال سعيد تفليقه، لانه الشعب الجزائري والحراك ناض ربما على جالو 22 فيفري ناض الشعب الجزائري في الحراك لاعتقال سعيد بوتفليقه، لانه اختطف ختم رئيس الجمهوريه واعتبر انتحال شخصيه. اما فيما يخص الاعتقال الجنرالين فان السيد قائد اركان الجيش الوطني قيد صالح حذرهم بالاسم واللقب عده مرات، وهما بقاو ما نظن اللي ما حشموش على ارواحهم، فتلقاوش اللي يليق بهم.